استغلت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أوبرايت مؤتمرا صحفيا في اليوم الأخير لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي أهود باراك لكي تعلن أنها ستركز خلال زيارتها إلى منطقة الشرق الأوسط في منتصف الشهر القادم على إحياء المسار السوري في عملية السلام. Move forward on the issue, as the Prime Minister has said, and the President indicated, and I have, and I think that we're going to be working to see all of us how to restart those. انتقال واشنطن المعلن من وسيط إلى شريك استراتيجي لإسرائيل وتصريحات باراك حول القدس واللاجئين تقلق كثيرا من المراقبين السياسيين، ولكن البعض ما زال متفائل. هذه طبعا أولا تصريحات أولية، والعملية التفاوضية لم تبدأ بعد. علينا جميعا أن ندرك، أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية السابقة كانت حكومة متعنتة جدا، وأن لاءات الحكومة الإسرائيلية السابقة كانت أكثر بكثير من لاءات الحكومة الإسرائيلية الحالية. على الأقل هناك فرصة حقيقية الآن للتفاوض مع حكومة نعتقد بأنها تحافظ على وعودها على الأقل. تصدرت أخبار زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد صفحات كبرى الصحف الأمريكية، وأبرزت أنباء طلب الرئيس الأمريكي زيادة المعونات الأمريكية إلى إسرائيل بقدر نصف مليار دولار، حيث وصلت إلى 2,400,000,000,000 دولار سنويا، بالإضافة إلى 50 طائرة مقاتلة وبطارية ثالثة من صواريخ أرو المضادة للصواريخ. يعتبر الكونغرس الأمريكي الحالي أكثر كونغرس تحيزا وتأييدا لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة. هذه الحقيقة لم تغب على رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، الذي قضى اليوم الأخير من زيارته بأكمله في اجتماعات داخل الكونغرس لضمان استمرار هذا التأييد واستمرار تدفق الدعم الأمريكي لإسرائيل. فبدأ رئيس الوزراء باراك يومه في الكونغرس باجتماع مع 30 عضوا يهوديا في الكونغرس، ومع رئيس مجلس النواب دان هستر، ومع لجنة المخصصات المالية، مركزا على أوجه دعم الكونغرس لحكومته واقتصاده. سيحل السلام قريبا، سيحل السلام قريبا، سيحل السلام. وفي الوقت الذي أجرى فيه رئيس الوزراء باراك المحادثات في الكونغرس، اجتمع أطفال وأحداث منظمة بذور السلام من بلدان مثل إسرائيل ومصر وفلسطين والأردن في إحدى قاعات مجلس الشيوخ يغنون من أجل السلام في الشرق الأوسط. ولكن هل يمكن للفلسطينيين أن ينسوا الظلمة والاضطهاد واغتصاب الأراضي؟ أكون كاذبة إذا قلت أنه رح أنسى، أو أنه أي أحد أبناء فلسطين رح ينسى، لكن كما يقال جابرك على المر غير الأمر منه. إحنا بدنا دولة، بدنا نعيش، كفى معاناة، كفى ألم، كفى صراع، كفانا. إحنا بدنا لأولادنا، إذا ما طلعنا لنفسنا ما نطلع لأولادنا في المستقبل. الآمال مرتفعة في واشنطن بحدوث انفراج في عملية السلام في الشرق الأوسط، وانعكست هذه في خطب عديد من أعضاء الكونغرس، من بينهم نيكولاس رحال وسبنسر إبراهام العربيين الأصل. جاء هؤلاء إلى الأحداث بعد اجتماعهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يبشرونهم بمستقبل أفضل للمنطقة، ولكن هناك الكثيرون ينتظرون رؤية النتائج قبل أن يشاركوا في أغاني السلام. من الكونغرس، طلال الحاج، الجزيرة، واشنطن.